اهلا بحضراتكم من جديد. هقول لحضراتكم ابرز نتائج مباراه الاسبوع ال21 مواليد 2006، بطوله 2006. طبعا مباراه النهارده الفوز الاهلي على المولين 3-1، فوز الزمالك على البنك الاهلي 2-1، فوز الاسماعيلي 2-0 على الاتحاد السكندري، وفوز الشرقيه للدخان على مصر المقصه او هويدي دلوقتي 1-0، وفوز زد على المصري 1-0. دي ابرز نتائج مباراه الاسبوع 21 في بطولة الجمهورية مواليد 2006. عايزين نشوف برضو أهداف اللقاء النهاردة، أهداف الأهلي، ثلاثية الأهلي، عشان نحللها مع كابتننا الكبار. كابتن ماهر، ده الهدف الأول. قبل الهدف ده أسامة، خد بالك كان في محاولات، يمكن ثلاث أربع محاولات للنادي الأهلي. أيوه. لكن طبعًا واضح قوي إن كانت في تركيز في الهجمة ديت. عمر سيد معوض. أيوه. في التكتل الدفاعي ده قدر ان هو يبعد الكوره في المكان الفاضي، ثم كروس عرضي برؤيه فنيه جميله مع التمركز اللي واقف فيه حسام. يعني حسام الاستلام يعني فرق برضه معاك جدا في الاستلام في اتجاه سرعه التصرف. طبعا الاستلام في اتجاه الجول اداله نوع من يعني الاحساس والثبات الانفعالي في ان هو مهاجم واعد ومهاجم كبير. يعني استلم برجله اليمين ثم صوب برجله الشمال، فبحيي حسام جنوبينك على الهدف ده والموقف اللي نفعته كمان يا كابتن ماهر، الوقفه بتاعته ان هو مش واقف كده مواصلا. ايوه، واقف بجنبه بجنبه عشان يدوك يعملها على طبعا وقفه المهاجم، سرعه التصرف بصراحه ورؤيه من معوض بشكل كبير. ودي حاجات معوض، الكروس العرض المؤثر. هو طبعا يعني قدر يروح في المكان الواسع، وسع لنفسه، ثم طبعا الكورس العرضي الجميل عشان يسجل حسام هدف من اجمل الاهداف اللي اتلعبت النهارده. الهدف الثاني يا كابتن حشيش للاعب ابراهيم عادل اخو التوأم في الدقيقه 54، كانت بدايه الهدف الثاني من ركنيه ايضا عمر سيد معوض. برضه واقف في حته كويسه واستغل طبعا الكرة وقت من ايد الحارس. حطها بقوه ببطن رجله عشان يضمنها، برضه ما حاولش يشوط بوش رجله. حطها جامد ببطن رجله، خبطت في طبعا في المدافع حاول يطلعها. دخلت الانتشار بتاع لعيب الاهلي في الركنيات والكرات الثابته، وكنتوا حضراتكم بتقولوا ان الكرات الثابته الاهلي فيها خطوره على مرمى المقاولين جدا، والكاساتا كمان يا اسامه. أيوة. اللي موجوده دخل ال 18، ده شغل سامر بقى، تنظيم شغل المدرب بصراحه. شايفين احنا هنا واحد على العارضه الاولى، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، واحد أحمد. واخد البعيده السن ده يا كابتن اسامه، كابتن ماهر السن ده، وانت عارف ان برضه لسه ما عندهوش الرؤيه دي، ما يعرفش يقف فين الحاجات. الانتشار ده بتاع المدير الفني، واكيد سامر محفظهم الحته دي كويس. لكن الكثافه العدديه حشيش اللي هي بتطمنك ان يجي فيها جول اسامه، تعمل الخطوره واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، هتروح لده. وبعدين المتابعه كمان، المتابعه بعد اخفاق حارس المرمى حاول يمسك الكوره عدته. صحيح. المتابعه بقى. صحيح. ودي برضك سمه اللعيبه الكبار طبعا، يعني عشان ناشئين في السن ده شايفين واحد على يبقى عنده المتابعه بهذا الشكل، وثلاثه في الوسط، واحد واخد العرضه الاخرانيه. لو كمان حشيش لو انت لاحظت كمان اللي عاملين كفرنج بره ال 18. ايوه، هتلاقي يمكن اكتر من واحد مستني لو كرة رجعت مستني المرتده يقدر التصويبه. التصويبه المباشره. صحيح. يعني ابراهيم عادل لو ما سددهاش في المرمى وحطها تحت برضه فرصه هدف برضه مؤكد. يقدر حتى كمان تحرك اللعيبه كله عايز الكوره وفي اماكن فيها تمركز صحيح بنسبه كبيره يعني. صحيح. فبنحيي طبعا سامر على تحفيزه للولاد الكور الثابته، وفي نفس الوقت بنحيي الولاد على ادائهم المميز في احد الهدف الثالث بقى من الاهداف الحلوه. طبعا استغلال لخطا باص في نص الملعب، وكان مستغل ان طبعا النادي الاهلي استغل المقاولين كله بيهاجم. يا ريت مخرجنا شوارب والنبي ارجع لي بس كده بايه باللعبه من اولها الاول. ايوه، في نص الملعب هنا غلطة من الباك بس. غلط استغلها النادي الاهلي، وكل فرقة المقاولين بتضغط لانها خسرانة. المساكين واقفين يا دوبك في نص ملعب النادي الاهلي. قدر بقى بمهارة، اهو ده اخر واحد اهو. ايوه، بقى هو الجون. طبعا يحسب له طبعا الدريبلينج الصح، ان الكرة ما بعدتش او ما راحتش او ما جاتش لغاية الاخر، وبعدين بص. أيوة. وتوجيه كمان بطن رجله، عمل انه هيلعبها على شمال الحارس وراح عامل حطها على يمين. البصه دي فرقت برضه. بس طبعا طبعا طبعا، ونفس تحريك بطن الرجل ده هو اللي فرق. لان لو تلاحظ ان الجون رايح على الرجل، راح على ناحيه الشمال، وكره ناحيه راحت اليمين. من الاهداف الحلوه، الحارس راح هناك الناحيه الثانيه والكره هنا.
ثقه فدي رؤيه أسانة. رؤيه آه. من آه. المهاجم رؤية وثقة حقيقة. من المهاجم وهو طبعا مهاجم واعد وواضح ان هو كمان عنده جراه ان هو حط الراجل المدافع في ظهره وقدر طبعا الدريبل بالكوره وجايب جون يا كابتن ماهر في الشوط الاولاني فاقد الثقه وعايز بقى الثاني فدي برده لا وبيوصل دلوقتي ما شاء الله للهدف العاشره وال11 بينافس دلوقتي بالزبط. عمر سيد معوض عمار وليد حافظ دخل معاهم في منافسه هداف فريق النادي الاهلي. عايزين برده نشوف هدف المقاولين العرب اللي جه عن طريق اللاعب محمد عبد الناصر في الدقيقه 69. لو عندكم برده نعرض هدف المقاولين علشان كباتنا برده يحللوا هدف المقاولين الوحيد في هذا اللقاء. طيب لما يجهز طب معانا الهدف. هل الكرة النهارده ممكن فيها فاول على لاعب المقاولين؟ عايزين نجيبها تاني من الاول يا ريت ترجعوا لنا بس باللعبه كده ان انا احساسي ان لاعب المقاولين رفع رجله هنا بقى على هل ولا ممكن تعدي على مدافع الاهلي؟ ايوه هنا هنا فيها تهور ممكن يتحسب فيها فاول ولا لا؟ بس هي برضو مدافع الاهلي نازل بدماغه كمان تحت شويه وعدته فيمكن والتاني ما حطش رجله مباشر يا اسامه هو بيحاول يلعب الكوره يعني خد بالك عشيش يا اسامه قبل الهدف ده كان في عدم تنظيم دفاعي للعيبه النادي الاهلي وكابتن سامر نادى عليهم كان في ريسك بشكل كبير جدا في سرحان حتى الانتشار اللي كان موجود عليه مدافعين النادي الاهلي بصت ليهم قريبين من بعض بشكل كبير جدا مش مراقبين يعني عندك واحد اثنين ثلاثه اربعه يمكن موجودين احمر الخطا الدفاعي ايه اللي ممكن علشان الولاد يتعلموا منه يا كابتن ماهر؟ العدد يا اسامه انت دلوقتي لو عندك عدد واحد اثنين ثلاثه يبقى احمر ثلاثه يمسكوهم وواحد مغطي ايوه ما يبقاش الخمسه سته لان الخمسه سته ساعات بيحصل تكاتل وبيحصل اعتماد على الاخر فانا عايز اقول لك ان التنظيم الدفاعي اللي بيبقى موجود داخل ال 18 يبقى انت عندك ثلاث مهاجمين للمقاولين العرب يبقوا ثلاثه يمسكوهم واحد زياده لازم عندك زياده وحد مأمن بره ال 18 وعلى فكره عايز اقول حاجه يا كابتن ماهر اتفضل الكوره اولا الراجل ده لوحده خالص وهو بيلعب جوه ال 18 وبيلعب بشمال طبعا مفيش رقابه كان ممكن الراجل اللي في النص ده يجيبها بس هي عدت يعني كان ممكن الاول تيجي من رقم 9 ده وبعدين اتلعبت الناحيه الثانيه برضو الراجل ده فاضي مفيش حد معاه خالص وبعدين حشيش التغطيه والميلان من الباك العكسي اللي دخل بدماغه برضك متاخر في التغطيه طبعا وعشان كده ما لحقش يرد في مكانه فرصه فرصه ان اللعيبه برضو زي يعني الاهداف دي تخش فينا انه يتعلموا من نجومنا الكبار كابتن ماهر همام والكابتن محمد حشيش نروح لفاصل وبعد الفاصل ان شاء الله نشوف بقى تغييرات النادي الاهلي برضو تغييرات الكابتن سامر عبد الرحمن هتكلم فيها مع ضيوف الاستوديو التحليلي.